الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن العراق يستهلك يوميا 700,000 برميل من المشتقات النفطية، ما يمثل رقما كبيرا. وقال قصي إن زيادة عدد السيارات في البيئة لم تكن مدروسة، وهناك أكثر من 7 ملايين سيارة خاصة، وهذا لا يتناسب مع عدد سكان العراق، إضافة إلى أنها خلقت زحامات مرورية في الشوارع، ما يتسبب بزيادة الاستهلاك للمشتقات النفطية من دون تحقيق منفعة اقتصادية. وأضاف أن عملية إعادة ترتيب علاقة استيراد السيارات مع حجم الشوارع المطلوبة والوقود المتوفر يحتاج إلى تنويع وسائط النقل الجماعي والنهري والقطارات، فمثل هذه الوسائل ستقلل الطلب على المشتقات النفطية. رجح هيثم الجبوري المستشار الفني للكاظمي وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة التضخم ارتفعت 10 مرات بسبب تغيير سعر الصرف. وقال الجبوري إن النمو في الاقتصاد العراقي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط، لافتا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال المشاريع والقوانين آخر إرسال الموازنة إلى البرلمان. وأضاف أن الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي، مبينا أن مجلس النواب قد يقرر قانونا طارئا أسوة بالأمن الغذائي في حال تعذر إقرار الموازنة. توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. ووفقا لوكالة رويترز، سيرفع الاتفاق أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنويا بين أعوام 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة، وينهي الاتفاق حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الإعلام. قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا للسماح لدول الاتحاد الأوروبي بتحديد سعر الكهرباء بأقل من التكلفة وتغطية الفرق بواسطة الإعانات المالية. وجاء في مبادرة المفوضية أن المفوضية تقترح رسميا خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10% حتى 31 من شهر آذار من العام المقبل، وبنسبة 5% خلال ساعات الذروة. كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض سقف مؤقت في الاتحاد الأوروبي لأرباح شركات الطاقة التي تنتج الكهرباء بتكاليف متدينة أو بتكاليف متدنية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية والمتجددة، عند مستوى 180 يورو لكل ميجاوات ساعي. ارتفعت أسعار النفط مع المخاوف بشأن الإمدادات وتوقف وشيك للسكك الحديدية في أمريكا، أكبر مستهلك للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% إلى 94 دولارا و48 سنتا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 88 دولارا و94 سنتا للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع تحولا واسعا للنطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، مبينة أنه سيبلغ متوسط الاستهلاك 700,000 برميل يوميا في شهر تشرين الأول المقبل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.